مواصفات ومراجعة وسعر الهاتف شاومي بوكوفون اف 1. قامت شركة شاومي الشركة الصينية التي تنمو نموا كبيرا في الفترات الأخيرة بإطلاق هاتف جديد لها باسم بوكوفون اف 1، والهاتف يعتبر أرخص موبايل يأتي بالمعالج الرائع سناب دراجون 845 مع بطارية ضخمة وكاميرا ممتازة، توليفة ممتازة من المواصفات تجعل الهاتف يتصدر ترشيحاتنا في الفئة المتوسطة. سنقوم بعرض سعر ومواصفات ومميزات وعيوب موبايل شاومي بوكوفون اف 1 الجديد في هذا الفيديو. مواصفات شاومي بوكوفون اف 1: يدعم تشغيل شريحتي اتصال ويدعم شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع، ويدعم كارت ميموري حتى 256 جيجا بايت. وزن الموبايل 180 جرام مع تصميم الظهر من البولي كربونيت البلاستيك مثل موبايل اوبو اف 9. يأتي الموبايل بالأبعاد الجديدة: يأتي الموبايل بمعالج الموبايل كوالكوم سناب دراجون 845 وهو المعالج الأفضل حتى الآن بتكنولوجيا 10 نانو 8 نواة بقوة 2.8 جيجا هرتز للأربع أنوية و 1.8 جيجا هرتز للأربع الآخرين. لا شك أن أداء الهاتف ممتاز وهو يعمل بأفضل معالج في العالم حاليا مع وجود معالج رسومي قوي أندرينو 630، فلن يكون هناك أي مشكلة في تشغيل أي نوع من أنواع الألعاب الثقيلة مع وجود نظام تبريد مائي للحفاظ على الهاتف من ارتفاع حرارته. شاشة الموبايل 6.18 بوصة من نوع IPS بأبعاد 18.7 و9، والشاشة بها نوتش أو قطع بالأعلى يتواجد به الكاميرا الأمامية والمستعشرات، ويمكن إخفاء النوتش من الإعدادات. الشاشة بدقة Full HD Plus وتأتي بكثافة بكسلات 403 بكسل لكل بوصة، كما أن الشاشة تستحوذ على 82% من حجم الموبايل، كما يوجد حماية على الشاشة ولكن لم تذكر شاومي نوع الحماية الموجودة. يأتي موبايل شاومي بوكوفون بمساحة 64 جيجا بايت أو 128 مع 6 جيجا رام، كما يوجد نسخة أعلى 256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام. الكاميرا الخلفية مزدوجة العدسة 12 ميجا بكسل بفتحة 1.9 والثانوية 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.0 مع وجود فلاش ثنائي LED والقدرة على تصوير فيديوهات 4K، ويوجد مثبت الكتروني لتثبيت تصوير الفيديوهات ولكنه يعمل تحت دقة 1080 فأقل. الكاميرا الأمامية 20 ميجا بكسل فتحة عدسة 2.0 وهي نفس الكاميرا الموجودة في شاومي MI 8. يدعم موبايل بوكوفون البصمة في ظهر الهاتف، يدعم خاصية فيس أنلوك وتعمل حتى في الظلام لوجود مستشعر IR في النوتش في الشاشة، يعمل على التعرف على الوجه بسرعة في الظلام ولكن يعمل عند جعل بدل الموبايل هند. المستشعر قوي لدرجة أن في حالة غمض العينين فلن يفتح الهاتف. يأتي الموبايل بسماعات ستيريو سبيكر تجربة صوت ممتازة، يدعم تشغيل نظارات VR. يأتي بأندرويد أوريو 8.1 مع واجهة شاومي المعدلة MI 9.6 مع بوكو لانشر. يقوم بإضافة الكثير للهاتف في سلسلة تقسيم تطبيقات على حسب لون أيقونة التطبيق وتقسيمها حسب نوع التطبيق. يأتي بطارية 4000 ملي أمبير تدعم الشحن السريع، والشاحن السريع يأتي مع الهاتف ويتم الشحن عن طريق منفذ USB Type-C. يدعم تشغيل الراديو، يوجد مخرج سماعات 3.5 ملم، يدعم USB On The Go. ألوان الموبايل أسود وأحمر وأزرق، كما يوجد نسخة بظهر قوي للغاية. عيوب شاومي: اهتزاز الصورة الناتجة من كاميرا خلفية في الإضاءة الضعيفة نتيجة عدم وجود مثبت بصري مثل الموجود في كاميرا هاتف شاومي الرائد MI 8، ولكن برغم من ذلك فالصور الناتجة من الكاميرا الخلفية قد تكون أفضل في الفئة المتوسطة التي ينتبه إليها الهاتف. لا يوجد IR بلاستر لتحكم الأجهزة الكهربائية. الهاتف سميك ووزنه ثقيل نسبياً وذلك يرجع إلى البطارية الكبيرة. بسبب عض النوش الكبير لا يظهر أي إشعارات في الشاشة، ويجب سحب القائمة العلوية كي تظهر لك الإشعارات. عند تشغيل فيديوهات على الشاشة بالكامل تجد أن الحواف دائرية من الناحية السفلية والحواف حادة من ناحية النوتش. المميزات: أرخص هاتف يحتوي على معالج سناب دراجون 845 جبار، كاميرا أمامية ممتازة مع دعم العزل عن طريق السوفتوير، تتميز بألوان الصورة الناتجة، تحتوي على أفضل تفاصيل وأكثر حدة من الموبايلات المنافسة. بالرغم من أن ظهر الموبايل من بلاستيك إلا أنه قوي ومتين. بطارية عملاقة تدعم الشحن السريع. شاشة الهاتف حققت أداء ممتاز حتى أشعة تحت أشعة الشمس. يمكن تركيب كارت ميموري زائد وجود منفذ 3.5 لتركيب سماعة الأذن. محتوى الصندوق الهاتف والشاحن:
السريع وصلت USB Type-C قراب لحماية ظهر الهاتف دبوس معدني والضمان والتعليمات. سعر الهاتف تقريبا لنسخة 64 جيجا مع 6 جيجا رام هي $300 ونسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام تقريبا $350. وشكرا لكم.